فعلا الحالة دي محتاجة عملية سريعة جدا في المخ قبل الجلطة ما تتحرك. في المستشفى هنا فيها إمكانيات لعملية زي دي؟ فيها طبعا بس بالتأكيد مش زي واحد. ومين أشهر دكتور بيعمل عمليات زي دي في العالم كله؟ بلا شك دكتور ديفيد كامول. تستعد إن هو هيجي هو التيم بتاعه هنا أهو. الحاج غلاوته من غلاوة مناعة بيه عندي. أنت عرفت منين يا بروفيسور فرهايزر؟ أهلا مناعة بيه. أنا كنت بالصدفة عند رئيس الحزب وسمعتك كنت بتكلمه في التليفون وفهمت المشكلة إيه. المشكلة حلها سهل. الحاج ما يقدرش يسافر بره يتعالج، إحنا نجيب له اللي يعالجوه لغاية هنا. يعني زي ما تقول كده هو العناية الإلهية بعتتني لحضرتك. فجأة كده وأنا قاعدة مع أبوي لقيت حومة. حومة دكاترة على قهوات على خواجات وطلعوني بره. وتلموا على أبوها يا حبة عيني كأنه حتة لحمة. أكيد مكالمة مناع للمسؤولين جابت نتيجة. مناع بيجي واصل. وانت ايه اللي جايبه معاك ده؟ وكل الوكل هنا ممنوع. ممنوع ده ايه؟ ده مناع بيجي بيه. هم طلعوا. تعال نطمن عليه. لحظة من فضلكم، لما البروفيسور يخلص كلامه مع مناع بيه حضركم تفضلوا. أنا اللي مجنني وما قدرش يخش مخي. أنت بتعمل معانا كده ليه؟ لأنك واحد من أبناء المنظمة. أنت وأبوك الرئيس حسان. منظمة؟ منظمة إيه؟ مش فاهم حاجة. خلاص. عايز تعمل عبيط وتضحك على روحك؟ نضحك سوا. ولكن المهم في الآخر هنتفق. بقول لك إيه؟ أنا مشغول بأبوي. ما فاضيش الاتفاقات ولا غيره. أبوك هيتعالج وهيخف. ولو كنت لجأت ليا بدل رضوان بيه ما انا كنت حللت لك المشكله زي ما انت شايف. ده انت لو كنت عايز نصفره بره كنت صفرته لك. تصفره كيف وهو ما عندوش ورق ولا ليه وجود اصلا؟ تليفون صغير ويجي لك باسبور رسمي وعليه تاشيرات الدول اللي انت عايزها. ده احنا منظمه جامده جامده ومفيش اي حاجه مستحيله عندنا. اكيد طبعا. والا ما كنتش بجيت الخواجه فرايزر الخبير البيئي والزراعي. هديك بطلت تستعبط اهو يا مناع. اه جابني. انا دلوقتي اطمنت عليك وعلى صحتك يا ابو مناع. يا سلام على الناس الكبار البركه دول اللي ما بيعرفوش يستعبطوا، مش زي الشباب الاشقياء دول. مناع يا ولدي اياك يا مناع. اياك ايه يا حاج؟ ده مناع واحد مننا وانت كمان. ولا نسيت ايام زمان لما كنا مع بعض باسوان وانا حطيتكوا على اول طريق الخير؟ ما تقلقش نفسك يا ابوي، مفيش حاجه تقلق. بالظبط زي ما قالك مناع، مفيش اي حاجه تقلق. احنا اولاد منظمه واحده نستحمل بعض ونشيل بعض ونحمي بعض وننسى الخلافات الصغيره ونبص على المصالح الكبيره. يعني بكره نمضي العقد. وإذا قلت لك إني مش موافق وإن إحنا ما بقيناش تبعكم؟ عادي. هشتكيكوا للحكومة بتاعتكم. وهقول لهم الناس دي بتتبرى مننا مع إن لحم كتافهم من خيرنا. وحدي الحكومة المستندات اللي تثبت وجهة نظري. والحكومة بقى هتحكم بينا بالعدل. قلت إيه؟ ندخل بينا الحكومة ولا نتفاهم بالمعروف؟ أجل أي حساب دلوقتي لحد ما هو يخف. وبعدين بقى نتفقوا على اللي يريحنا من بعض يا خواجه بني. وبكره همضي لك على عقد السهاج. اولا بني ده مات واتقتل ومش عايز اسمع عنه. انا البروفيسور. وثانيا انت وابوك من هنا ورايح وبالامر تبع المنظمه. الواجب علينا نحميكم والفرض عليكم ان كنتوا تسمعوا كلامنا. اظن كلامي واضح.